ريس بلادي هو بلادي بلادي هو بلادي بلادي هو بلادي. جهلكم زين وخاصة الله يبارك الله يحفظ الفرحين وتنورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المشاركه هذه المشاركه السادسه لدوله قطر في مهرجان العرايش. صراحه احنا سعيدين بتواجدنا في شمال المملكه، واحنا نعتبر نفسنا في بلدنا مش في بلد ثاني، وهذا يدل على طيب الشعب المغربي وحسن الاستقبال وكرم الضيافه اللي ملاقينا احنا في بلدنا. ومشاركتنا يمكن احنا نعرف بالتراث القطري في كل تفاصيله، لكن نركز بالنسبه للصيد عندنا مسابقات نقيمها هنا في مدينه العرايش، بالنسبه للرمايه عندنا مسابقات، بالنسبه للسلوقي والسنه كانت ما شاء الله نسبه الاقبال كبيره، يعني ما كنا نتوقع ما شاء الله هذا الاقبال، واغلب المتسابقين بداوا يفهمون القوانين اللي وضعت لتنظيم المسابقه مثل هذه المسابقات، وهذا شيء صراحه يفلج صدورنا. إضافة إلى عندنا مسابقة في الرسم، إضافة إلى تعريف زوار جناح جمعية القناص القطرية بدولة قطر، سياحة في قطر، عدد السكان، إضافة إلى العادات، القهوة العربية، إضافة إلى الكثير الموجود عندنا من خلال الصور يتعرفون عليها زوارنا، وندعو من خلالكم الجميع إلى زيارة جناح دولة قطر في هذا المهرجان. احنا ما شاء الله عندنا مسابقات نقيمها دوليه في بالنسبه للسلوغي وبالنسبه للصغور، احنا المختصين عليها في دوله قطر. احنا من خلال الست سنوات اللي فاتت صراحه كان الاقبال كان ضعيف، لكن السنه تفاجئنا ما شاء الله بحجم الاقبال الكبير من كافه مناطق المملكه، وهذا صراحه شيء يسعدنا، واللي يسعدنا زياده صراحه يعني التزام جميع المتسابقين بالقوانين اللي توضع لخدمه هذه المسابقه. احنا يمكن كنا مخلينها ثلاث جوائز، الان من خلالكم نعلنها يمكن راح تكون 10 جوائز للمتنافسين في هذه مسابقه السلوقي بالاخص، وهذا شيء يسعدنا صراحه. احنا ما شاء الله التبادل الثقافي بيننا وبين المملكه طيب، ونطمح في المزيد ان شاء الله بيننا وبين المملكه المغربيه. صراحه احنا عاجزين عن الشكر في هذا الموضوع بالنسبه لاخواننا في المغرب، وهذا شيء مش غريب عليهم، هم سند كبير لدوله قطر في كافه الاصعده.